بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي، على شرح الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما وقراء مصنفاتهما في الدارين، آمين، في فقه السادة الشافعية. واليوم آخر مجلس في كتاب أحكام الفرائض. كنا بالمجلس الماضي وقفنا على فرض الجد. معلوم أن الجد، هناك جد يرث وجد لا يرث. الجدات سواء كانوا من الأم، من جهة الأمة، أو من جهة الأب، يرثوا الجدات مطلقا. لكن الجد الذي هو من جهة الأم لا يرث، لأنه يعتبر من ذوات من أولي الأرحام. فيبقى الجد لابد أن يكون جد لأب، وعشان كده يقولوا الجد لأم، بيسموه اسم دمه تقيل كده، يقول الجد الفاسد. بس أنا ما أحبش كده، يعني ما يصحش أن أنا أسميه. هو يقصده الفاسد، يعني لا يرث، يعني لأنه لا أثر له، يعني لا أثر له في حكم الميراث. لكن هي الكلمة مش موفقة، فالأحسن نقول إنه هو إيه، الجد الذي في حكم أولي الأرحام، وبالتالي لا يرث، وهو الجد من ناحية الأم يعني. لكن الجد لأب هو اللي بيرث. وفرض الجد، معلوم أن فرض الجد لا يرث إلا إذا كان الأب ميت، مش كده برضو؟ يعني مات وترك أبا، الأب يحجب الجد. طب الأب كان مات كمان وترك جدا لأب، هنا بقى يرث الجد. وهل يرث ميراث الأب؟ الراجح فيها خلاف على فكرة في المذاهب. اختيار الشافعية قالوا أن الجد لا يحجب الإخوة، الأب بيحجب الإخوة، كده برضو الأب يحجب الإخوة، لكن الجد لا يحجب الإخوة، بل يرث مع الإخوة، يرث مع الإخوة السدس. وعلشان كده لما نقول ايه اللي هم اللي لهم فرض السدس، بنحط من ضمنهم الجد، زي ما حطينا من ضمنهم الام مع الولد، او ولد الاب، او اثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات، والجده عند عدم الام، ولبنت الابن مع البنت الصلبيه، وللاخت من الاب مع الاخت من الاب والام، وهو فرض الاب مع الولد او ولد الابن. كل دول بياخدوا السدس، دول تكلمنا عنهم بالايه في الدرس الماضي. الجد ايضا يقول وفرض الجد اي الوارث، حاطط لك بين قوسين الوارث، ليه بقى؟ عشان يخرج الجد لأم، فهمت؟ عشان كده قال لك ايه الوارث عند عدم الاب. اذا كان معه طبعا الولد او ولد الابن، عند عدم الاب لو معاه الولد او ولد الابن، هنا ياخد السدس. طب انفرض هياخد التركه كلها؟ احنا بنتكلم الجد امتى ياخد السدس؟ عند عدم الاب مع وجود ايه، الولد او ولد الابن، علشان ياخد السدس. وقد يفرض للجد السدس ايضا مع الاخوه، وفي صوره تانية ياخد السدس مع الاخوه، كما لو كان معه ذو فرض زي البنتين، لانه هيعصب البنتين.
لو كان معه ذو فرد كالبنتين. البنتين ياخد التلتين مش كده برضو، وهو هياخد السدس، ويتبقى سدس تاني ياخدوه ايه؟ الاخوة. فهمت بقى؟ وكان سدس المال خيرا له من المقاسمة من ثلث الباقي، لان احنا بنعمل الجد نشوفه نديله لحظة سدس المال ولا يقسم على بينه وبين الاخوات. فهمت ازاي؟ فلو لقينا لو قسمنا بينه وبين الاخوات هياخد اقل من سدس المال نديله السدس، لو لقينا بالمقاسمة دي هياخد اكتر من السدس نديله حظه الاكتر. فهمت؟ كبنتين، مديك مثال، كبنتين وجد وثلاثة إخوة. افرض مات وترك بنتين وجد وثلاثة إخوة، البنتين ياخدوا التلتين والجد هياخد السدس، ما هو بيتكلم على فرض السدس هنا. طيب طالما في سدس وتلتين يبقى المسألة من ستة، وليه بقى ثلاثة إخوة؟ فلو هي المسألة من ستة يبقى البنتين ياخدوا إيه؟ هياخدوا أربع أسداس مش كده برضو، والجد ياخد سدس، يتبقى بقى سدس واحد على التلاتة. ما نقدرش إيه نقسم بقى تبقى صعبة، فعلشان كده نخليها وحدات وبنضرب الستة في إيه؟ في التلاتة تطلع 18، فنخلي أصل المسألة ل 18 عشان يتبقى التقسيم على الواحد الصحيح، وبالتالي البنتين يبقوا ليهم 12، كل بنت تاخد 6 من 18. فهمت ازاي؟ يعني هم اصلا كانوا التلتين، فما خليناها على 18 نضرب الاثنين في 6، ما ضربنا الثلاثة تحت في 6 بقت 18، فزي ما ضربنا الثلاثة اللي تحت في 6 نضرب الاثنين اللي فوق في 6 يطلع 12، وهم بنتين مناصفة يبقى كل بنت تاخد 6 من 18. كويس؟ الجد قلنا هياخد السدس، ضربناها في 3 عشان تبقى 18 يبقى تاخد 3 من 18، يبقى 3 و 12 يطلع 15، اتبقى على 18 3، كل اخ هياخد 1 من 18. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده في الحاله دي ان الجد لما هياخد السدس اعلى من لو ايه دخل في القسمه، وبالتالي نديله الاحظر. فهمت المساله؟ وهو اي السدس ايضا فرض الواحد من ولد الام، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وان كان رجل يورث كلاله وله اخ او اخت فلكل واحد منهما ايه؟ السدس. واللي هنا الاخوه لام، في ايه 12 الاخوه لام الكلاله، واخر سوره النساء الكلاله للاخوه لاب او الاخوه الاشقاء. وعلشان كده قال وهو يعني السدس فرض الواحد من ولد الام، الواحد سواء كان ذكر او انثى او خنثى. فهمت ازاي؟ لان الاخوة لام على فكرة بالتساوي، ما فيش فيها ايه التمايز بين الذكر والانثى بحيث ان الذكر ياخد مثل حظ الانثيين. الاخوة لام بياخدوا، ويرثوا امتى الاخوة لام؟ لو لم يكن له فرع وارث ولا اصل وارث عشان يبقى كلال، لكن لو له فرع وارث او اخ وارث حجبوا، هنيجي في الحجب نشوفه. يبقى وهو اي السدس فرض الواحد من ولد الام ذكرا كان او انثى، وممكن تزود او خنثى كمان. وتسقط الجدات سواء قربنا او بعدنا بالام، يبقى هيبتدي يتكلم في حجب الحرمان. يبقى خلصنا بقى اصحاب الفروض، هيتكلم على حاجه اسمها حجب الحرمان. بيقول فرض الواحد من ولد الام وتسقط الجدات، ما احنا لسه هنتكلم في حجبها، وتسقط الجدات سواء قربنا او بعدنا بالام فقط. يعني قربنا الجده المباشره او ام الجده. واخد بالك؟ ادي معنى قربنا او بعدنا. الجدات ما يسقطوش الا لو الام عايشه. يبقى يسقط الجدات، يبقى الام تحجب حجب حرمان للجدات، لو ماتت الام يدخلوا كل الجدات. الجدة لأم والجدة لأب يدخلوا مع بعض ويتقسموا في السدس.
وتسقط الجدات سواء قربنا او بعدنا بالام فقط، وتسقط الاجداد بالاب. خد بالك ان الجد لاب، واخد بالك ازاي، يحجبها الاب، وكذلك الجده لام تحجبها الام. فهمت ازاي؟ يبقى الاجداد وتسقط الاجداد بالابي، لكن الاجداد الذكور يعني غير الجدات، الاجداد لا تحجبهم الام، يحجبهم الاب بس. الاجداد الذكور يحجبهم الاب بس، الاجداد بالابي. ويسقط ولد الام، يبقى الاخ لام، ولد الام يعني الاخ لام. ويسقط ولد الام، او يسقط ولد الام اي الاخ للام، مع وجود اربعه. هو بدل ما ايه ما يقول لك اربعه ويلخبطك، هيسقط امتى الاخوه لام؟ لو له اصل وارث او فرع وارث. بس خلص، اصل وارث يعني له اب او جد، اب وان علا، وله فرع وارث يعني ابن وان سفر، وخلاص عشان ما يبقاش كلاله. هو لو كلاله ياخد، لو مش كلاله يسقط بقى بوجود الفرع الوارث او الاصل الوارث. ايوه. طب لو الام تحجب الجده الاول؟ اه طبعا تحجب الجدات كلها، الام تحجب كل الاناث. فاذا لم توجد الام خلاص الجدات يدخلوا مع بعض، ياخدوا السدس بالتساوي، يتقسموا بينهم. وكذلك الاب، الاب يحجب الاجداد بقى الذكور. الاجداد، ما احنا عندنا الجد الام بيورث على اي حال. فاذا فقد الاب لم يوجد والجد عايش، خلاص الجد يورث زي ما لسه احنا قايلين، هيخش بقى هياخد السدس، واخد بالك ازاي، او الاعلى. لكن مش في وجود الاخوه، مش هيتقاسموا مع الجد، لا ما يحجبش الاخوه، مش هيتقاسموا مع الجد الام مثلا لو جد. لا 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 لا، الجد الام ما يورث لانه من اولي الارحام. فهمت ازاي؟ لان يدلو الميت عن طريق انثى، اللي هو الجد الفاسد، اللي كانوا يسموه الجد الفاسد، بس انا ما بحبش الاسم ده، ما يصحش جدنا الام من ولا عليه فاسد حتى ولو على سبيل التعليم، واخد بالك. يبقى الاجداد بالاب، ويسقط ولد الام وتسقط الاجداد بالابي. ويسقط ولد الام اي الاخ للام مع وجود اربعه، الولد ذكرا كان او انثى او خنث. كلمه ولد يعني مولود، يعني له فرع وارث سواء بنت او ولد، عشان كده ايه ولد معناه مولود، مش معناه بوي ذكر، يعني في علم المواريث ولد يعني مولود. ذكرا كان او انثى او خنثى، ومع ولد الابن اللي هو الابن وان سفر، الولد وان سفر، ومع ولد الابن كذلك، ومع الاب والجد وان علا. خد بالك ان الاخ لام لا يحجب بالاخ الشقيق ولا بالاخ الاب، لانه مش الاصول ولا فروع. فهمت ازاي؟ ما يحجبش، يبقى من اصحاب الفروض، هياخد السدس بتاعه ويمشي، والاخوه بعد كده لاب، او الاخوه الاشقاء هياخدوا الباقي للذكر مثل حظ الانثى. بعد ما ايه الاخ لام ده، او الولد لام، ياخد السدس ويمشي. فهمت؟ ويسقط الاخ للاب والام مع ثلاثه، اللي هو متى يحجب الاخ للاب والام، اللي هو الاخ الشقيق، متى لا يرث، يحجب امتى؟ لو له فرع وارث، او الاب عايش، او له فرع الفرع. فهمت بقى ازاي؟ يعني ليه ابن، او ابن ابن، او اب عايش، ساعتها الاخوه ما يحجبوش، لكن هيحجبوا الام حجب نقصان، لكن ما ايه؟ يحجبوا الام حجب نقصان، من الثلث تاخد السدس. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده ويسقط الاخ للابي والام، اللي هو الاخ الايه؟ الشقيق، بنسميه احنا الاخ الشقيق، مع ثلاثه، في وجود ثلاثه، الابن وابن الابن وان سفل، ومع الأبي. خد بالك دون الجد، الجد ما يحجبش الأخ الشقيق،
كده برضو الاب هنا هو اللي يحجب ايه الاخوه الاشقاء، لكن الجد لاب ما يحجبش الاخوه الاشقاء، هيدخل معاهم ياخد السدس او الايه الاعلى زي ما قلنا في المثال. ويسقط ولد الاب اللي هو الاخ الاب، امتى يسقط؟ بالثلاثه اللي قبل كده، فرع الوارث او فرع الفرع او الاب، ونضيف ليهم واحد بعد كده الاشقاء الاخ الشقيق. لو انت ليك اخ شقيق وليك اخ لاب، بعد عمر طويل لو مت الاخ الشقيق هو اللي يورثك ويحجب الاخ الاب. فهمت بقى ازاي؟ يعني انت ولد الاب ده دكتور؟ ها؟ ولد الاب دي لا تعني الشقيق. لا لا معناه لا مش من الام، من الاب بس. ويسقط ولد الاب اللي هو الاخ لاب، ولد الاب اسمه الاخ لاب. باربعه، بهؤلاء الثلاثه اللي هو الابن وابن الابن والاب. كويس؟ ادي الثلاثه، اي الابن وابن الابن والاب. ونضيف عليهم الرابع، وبالاخ للاب والام للاخ الشقيق. يبقى كده خلصنا احنا ايه؟ موضوع الحجب، حجب الحرمان. نخش بقى للعصبه بالغير. يعني الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب ولا يحجب الاخ الام؟ ما يحبوكش الاخ الام. الاخ الام من اصحاب الفروض صح؟ لانه من اصحاب الفروض بس لو كان كلاله. ما هو الاخوه مش هيورثوا الا لو كانوا كلاله. مش كده برضو؟ فطبعا في المساله العمريه دخلوا الاخ لاب مع الاخوه لام، دخل سيدنا عمر دخلهم علشان قال هب ان ابانا حمارا، معروفه القصه. لكن الإخوة لما ألحقوا بالإخوة لأم هياخدوا بالتساوي كالإناث. لكن الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمت؟ وأربعة يعصبون أخواتهم، اللي العصبة مع الغير يعني. أي الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. طب ليه بيدوا للذكر مثل حظ الانثيين؟ لان الذكر مسؤول عن النفقه على نفسه والنفقه على زوجته، فمسؤول عن اثنين، والاخت مسؤول عن النفقه على نفسها بس، وقد لا تحتاج النفقه لنفقه الزوجه عليه، فيبقى ده عدل اهو، مفيش يعني تمايز. فهمت؟ لان واجبات الرجل اللي هو اخوها بينفق على نفسه وعلى زوجته وأولاده كمان، ولو هي كمان صغيرة ينفق عليها كمان، يعني هي هتاخد الميراث ده تحطه في جيبها، مش مطلوب منها حاجة، لكن الأخ هياخده يصرفه. فعلشان كده مفيش داعي إن هم يحقدوا بقى على الإيه، على الرجالة اللي بياخدوا دي. وقلنا إن في بعض الصور الرجل بياخد أحيانا أقل من المرأة، وأحيانا الرجل ياخد مثل المرأة في بعض الصور اللي إحنا قلناها قبل كده. وأربعة يعصبون أخواتهم، أي الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن وابن الابن. يعني أنت عارف أما يبقى ترك ابنا وأخوات، الابن ده يعصبهم، يقوم يمنع إنه يدخل الأعمام. فهمت ازاي؟ اللي هو الاخوات، الاخوه اللي هو اخو الاب. ولو كان اخو الاب ميت، الاعمام، العم ميت، يمنع دخول الذكور من اولاد الاعمام الاشقاء، فان لم يوجد فالذكور من اولاد الاعمام لاب. فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى علشان كده ايه؟ والابن وابن الابن. الابن وابن الابن، والاخ مع الاب من الاب والام. الأخ من الأب والأم يعصب إيه؟ إخواته برضه. والأخ من الأب في غياب طبعا الشقيق. لو ما فيش الأخ الشقيق يحل محله الأخ الأب، يعصب على طول. أما الأخ من الأم فلا يعصب أخته. الأخ لأم ما يعصبش أخته اللي هي ايه؟ لانها تدلو للميت من جهه الام،
والام لا تعصب، اذا كانت الاصل لا يعصب يبقى من باب اولى الاخ الام ما يعصبش. فهمت بقى ازاي؟ فتشوف انت هل اصله يعصب ولا ما يعصبش. احنا قلنا الاخ الاب يعصب ليه؟ لان ابوه لو شلنا الاخ حطينا الاب عايش هيعصب، يبقى اذا زال الاب يبقى الاخ الاب يعصب. فهمت ازاي؟ لكن الاخ لام لو هو مش موجود الام ما تعصبش. فهمت بقى ازاي؟ يبقى بالتالي فرع الام التي لا تعصب من باب اولى الا يعصب. فهمت بقى المساله؟ ويبقى الاخوه لام، اما الاخ من الام فلا يعصب اخته. العله ايه؟ لانه يدلي اليها من جهه الام التي لا تعصب اصلا، فمن باب اولى الفرع لا يعصب. ادي العله. فهمت؟ بل لهما الثلث بالتساوي. يعني الاخ من الام مع اخته من الام هياخدوا الثلث بالتساوي، كل واحد الثلث. فهمت ازاي؟ كل واحد الثلث، الثلث يتقسم بينهم على اثنين. واخد بالك ازاي؟ بالتساوي، فهم شركاء في الثلث. الايه بتقول كده، فهم شركاء في الثلث. لا، هنا السوره دي اما الاخ من الام فلا يعصب اخته. هي اخته من الام، لكن اخت المتوفى من الاب والام. الاخ من الام لا يعصب اخته، يعني ايه؟ يعني معناه ما ياخدش الباقي. لكن حقيقه يعني مع اخته، واخد بالك ازاي؟ هياخد بالتساوي معاه، يشتركان في الثلث. لكن لو الاخ ده ما كانش لام، الاخ ده الاب، هيعصبها خلاص وياخد الذكر مستحضر الانثيين. معلش انا في جزئيه ما اشتغلش. هذه الاخت تمام، والدها هو اللي توفى. ايوه. لما والدها توفى مش هي ليها النصف؟ هو مات وترك، مات وترك. ابنه؟ ترك اخ لام. تمام. واخد بالك ازاي؟ واخت لام. ادي المساله. عارف لو ترك اخ لاب واخت لام، الاخت الام هتاخد الثلث والاخ الاب ياخد الباقي كله. فهمت؟ لان الاب اصلا بيعصب، فهياخد الباقي. لو ترك اخت الام واب، لكن هو اخت شقيقه، لو ترك اخت شقيقه واخ الام، ترك اخت شق مات وترك اخت شقيقه واخ الام، هتاخد النص. بالظبط. استنى بس، الاخت الشقيقه تاخد النص. طيب والاخت الام هتاخد السدس. فهمت ازاي؟ والباقي نشوف ذكر يعصب. ليه عم؟ ليه ابناء عم؟ فهمت ازاي؟ عايشين. السؤال بقى، ليه افترض هنا الاخت هنا من اخت من ام وليست اخت شقيقه؟ لان لو ليها اخ لام معاها ما يعصبهاش. يعني الاخت الشقيقه او الاخت الاب لو معاها اخ زيها هيعصبها. تمام. لكن لو اخت الام معاها اخ زيها ما يعصبهاش. لان هما كده الاخوه لام ما بياخدوش اكتر من الثلث. ما ايه؟ فهم شركاء في الثلث. يعني لو هما 10 اخوات لام هياخدوا الثلث بالتساوي نقسمه بين. ليه افترض فلا يعصب اخته؟ ليه افترض اخته شقيقه وليس يعني اسمعني، يعني ايه لا يعصبها؟ يعني مش هياخد ضعفها ويمنع دخول الغير. فهمت ازاي؟ لا هيمنع دخول الغير ولا هياخد ضعفه، بخلاف الاخ لاب او الاخ الشقيق يمنع دخول الغير، يمنع دخول العم. ده في التعصيب. ايوه. وعلشان كده ده الاخ الام بقى ما مالوش اثر في المساله دي. احنا هنا بنتكلم على العصبه مع الغير. يعني هو ما بيعصبش مع اخته لام، يعني اخوها لام ما يعصبش، الاخ لام ما يعصبش اخته لام، ما يكونش عصبة مع الغير. فاهم؟ لأنهم ما بياخدوش أكتر من التلت. الآية بتقول كده أصلا. لا أنا ما بياخدش كده يا دكتور، فلا يعصب أخته. ليه افترض إن الأخت دي ليست شقيقة؟ ليه افترض إنها أخت الأم؟ ما هو بيديك المثال، الصورة اللي فيها إمتى ما يعصبش. دي الصورة. طب ما في الحالتين مش هيعصب، لو كانت أخت شقيقة أو أخت الأم مش هيعصب. لا، ما هو مش هيبقى ليه أثر في التعصيب أصلا في الحتة دي. أيوه. ما هو مش هيبقى ليه اثر، لكن احنا بنتكلم على ليه اثر مع اللي بيورث.
مع اللي بيورث نفسه مش على الارث ككل، هو بيتكلم على صورة ده. فهمت ازاي؟ بل لهما الثلث بالتساوي زي ما قلنا، واربعة يرثون دون اخواتهم وهم، يعني امتى بقى يبقى الراجل يورث واخواته ما تورث؟ اذا كان هيورث بالتعصيب بس، زي الاعمام يورثوا، واخد بالك ازاي، والعمات ما تورث لو كانوا بيعصبوا. فهمت ازاي؟ ونبتدي بالاعمام الاول الاشقاء، ما فيش اعمام اشقاء يبقى العم لاب. فهمت ازاي؟ ما لقيناش ننتقل لاولاد الاعمام، برضه نبتدي بالاعمام اولاد الاعمام الاشقاء الاول، يحجبوا لاولاد الاعمام لاب، وهكذا كل واحد يحل، واولادهم بس الذكور دون الاناث. يعني اولاد الاعمام، يعني العم ده مخلف بنات ومخلف ذكور، وهيورثوا بالايه؟ بالتعصيب، الذكور دون الاناث. فهمت ازاي؟ هم اللي يورثوا، لانهم داخلين الارث سببه ايه؟ سببه التعصيب. وعشان كده قال لك الاعمام وبنو الاعمام. طبعا الاعمام هنقسمهم اشقاء واعمام لاب، كويس، وبنو الاعمام نقسمهم برضو اعمام اشقاء، بنو اعمام اشقاء وبنو اعمام لاب. وبنو الاخ برضو هنقسمهم، بني الاخ الايه؟ الاشقاء، وبنو الاخ لايه؟ لاب. وعصبات المولى المعتق، وإنما انفردوا عن أخواتهم لأنهم عصبة وارثون، وأخواتهم من ذوي الأرحام لا يرثون. عصبات المولى المعتق يعني اللي بيعصبوا المولى المعتق، يعني افرض المولى المعتق ده مات، واخد بالك، وهي الإرث في الولاء إرث بالتعصيب، اللي يورث مين؟ أولاد. طب مالوش أولاد، واخد بالك ازاي، ولا ليه إخوات، يبقى يورثوا الأعمام. فهمت ازاي؟ وهكذا. وانما انفردوا عن اخواتهم لانهم عصبه وارثون، واخواتهم من ذوي الارحام لا يرثون. والله تعالى اعلى واعلم. على اي حال الوقت ما عندناش احنا ارث بالولاء في زماننا ده، وانقضى الامر، لان ما عندناش حتى حد بيعتق، حتى خلاص ما بقاش في عبيد. وكده يبقى ايه؟ خلصنا احنا ايه؟ موضوع الفرائض اللي هو علم المواريث، ونقف في احكام الوصيه. لو في اسئله متعلقه باللي فات. ايوه. ابن الابن يعصب طبعا البنت، صح؟ اه طبعا. ويعصب بنت البنت؟ ابن الابن هيعصب البنت. وبنت وينسحب، صح؟ ايوه. طب وابن لو كان يعني يوازيه بنت ابن بنت؟ ابن بنت؟ ابن البنت ممكن يعصب في بعض الظروف. لا، ابن ابن وابن بنت. لا، ابن الابن هو اللي هيعصب. هيعصب ابن البنت؟ اه هيعصب ابن البنت. ابن الابن يعصب اخته. لا، ابن ابن يعني ترك ابن ابن وترك بنتا. ابن بنت ترك ابن ابن وابن بنت بس. اه ابن البنت ده مش هيرث الا بالوصيه الواجبه. خلاص، ياخد بالوصيه الواجبه بس، وابن الابن هياخد بالفرض. فهمت المساله؟ في مصر احنا بندي بالوصيه الواجبه. والله تعالى اعلى. ايوه. نفس الجمله اللي اخطفها.